لن نخرج من إطار التظاهرات، سنبقى في هذا الإطار ونتابع جانبا من تظاهرة الكوادر الإدارية والصحية أمام وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بحقوقهم برفع التسكين والخطورة أسوة بأقرانهم الموظفين، حيث تجمع المتظاهرون القادمون من جميع محافظات العراق أمام وزارة الصحة لإيصالهم صوتهم إليها. فلنشاهد. خادم وانا اخوكم الصغير، حيا الله الشهوه، الله يحسن.